اليوم عم نحضر لفافات الدجاج بسلطة الكولسلو خفيفة الدسم. نحن بحاجة ل ربع كوب لبن زبادي قليل الدسم، ملعقتين كبار مايونيز لايت، ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض، ملعقة صغيرة قشر ليمون حامض مبروش، نص ملعقة صغيرة كرافس، 4 أكواب ملفوف أخضر مفروم فرم ناعم، جزرة مقشرة ومفرومة فرم خشن، 1/4 كوب بصل مفروم، وملعقتين كبار بقدونس طازة مفروم، 200 جرام صدر دجاج مغسول مقطع ومشوي، 120 جرام أناناس مهروس، ورغيفين خبز تورتيا. اليوم عم نحضر لفافات الدجاج بالكولسلو. سلطة الكولسلو رح نحضرها قليلة الدسم، ورح نفرجيكم كيف منحضر الصلصة. أولا بدنا نزيد اللبن بوعاء، ونضيف له المايونيز 2 ملاعق لايت قليلة الدسم، الحامض، برش الحامض، الكرافس، منزد لون رشة بهار ورشة ملح حسب الرغبة. تقريبا نص ملعقة من كل وحدة، ومنخلطهم منيح. هلا بدنا نزيد الملفوف والجزر. نحط الملفوف بجار كبير، نزيد الجزر على الملفوف، البصل المفروم، البقدونس، وبنزيد عليهم الصلصة اللي حضرناها. بدنا نخلطهم منيح تيصيروا ممزوجين بطريقة متناسبة. من بعد ما حضرنا صلصة الكولسلو ضفنا لها الخضرة لصارت سلطة كولسلو. هلا السلطة بدنا نقسمها، بنحط صحن كبير على جنب، وبنخلط الباقي مع الدجاج، يعني بدهم يطلعوا بقيمة تقريبا كوب كبير. بنحط كوب سلطة الكولسلو بجاط، بنزيد لهم الدجاج اللي شويناه، ما زدنا له زيت ولا شيء، ومنزيد له الاناناس. مثل ما بتعرفوا الكولسلو حلوه، منزيد له اناناس بدل ما نزيد له سكر وحلو. نخلط. من بعد ما خلصنا التحضير فينا نحط سلطة الكولسلو بالبراد لتبرد، لأن بتطلع أطيب وقت بدنا نقدمها. نص ساعة تقريبا بتكفي، وبنرجع بنطلع الخبزة التورتيلا، بنحطها كل وحدة بصحن بما انه نحن محضرين كمية لشخصين، وبنضيف الخليط يلي مع الدجاج والاناناس على خبزة التورتيلا بالطول لنقدر نسكرها من الميلتين. بدنا نلف الخبزة من الميلتين. هلا اذا ما ثبتت معكم فينا نقلبها بهيدا الطريقة. للأشخاص اللي بياكلوا كتير محضلينهم سلطة الكولسلو على جنب زيادة، فينا نحطها بالصحن بهالطريقة. رح أعطيكم نصيحتين اليوم بخصوص هيدا الطبق خلال رمضان. أولا مثل ما شفتوا الدجاج شويناه، ما زدنا له ما ضفنا له ولا زيت ولا سمنة ولا نوع مواد دهنية. هو الدجاج أساسا فيه شوية دهن، وبدهنته بينسلق أو بينشوى. ما في زوم للقلي، بليز نبعد عن القلي خاصة بهالفترة من السنة، لأنه نحن بحاجة للغذاء من المأكولات. ثانيا البصل اللي ضفناه لصلصة الكولسلو كتير بيفيد للدورة الدموية، وكتير مهم دايما كل يوم نقطع كمية صغيرة من البصل بالطبخ. صحتين.